كاين القرايه والشهاد واللي ما كيقراش فاكيو من الاخر. اوجه اوجه نوت قاير البيبجه اوجه اوجه برام شعل كمي واش الخوش هاني التراك هذا لقيتو بزاف 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 في الكومونتيرات الخوش كيف ما قلت لكم البلان كندخل لي كومونتير وكنجبد التراكات اللي فهمتي اللي بنادم دوى عليهم بزاف وما اللي كنرياكتيو عليهم نهار الاثنين هذاك الشيء علاش اي بلان بغيتي غتدخل لاخر تراك حطيتو نهار الاثنين اخر اثنين بحال دابا اليوم اخر تراك هو هذا دخل كومونتير وحط لي الدياسك واخا ما تكونش بالدار ولا الديفلو حط لي الدياسك اللي سميتو اللي قدام اللي باقي كتمسك ليهم دابا واللي كيعجبوك وانا راه كندخل الخوت نهار الاثنين كنتشيكي كاع لي كومونتير كنشوف لي كومونتيرات اللي داو عليهم بنادم بزاف وما اللي كنحطهم الخوت برام شعل كمية الخوت تراك فيه 4 ديال الدقائق بالروز ولا بيني وبينكم باش بلا ما نطلق عليكم التراك هذا ما عمرني ما تمزكت ليه الخوت مشاو شوفوا البلان ليتس جو يعني بحال اول مره غادي نتمزك ليه ناري ناري تيفلو تيفلو مبهدل انا ناري تيفلو كي كان شحال هادي اصعب العالم كي بالك من هذا ما صعبه كيفاش تقاعد على العيبات فهمتي اختصاب بكال مظاهر فاهم الاشير راه مجري من هنا حراده باختصار في كال مناطق تقبيل اوي قلت لكم شوف هذاك الشيء اللي قلت لكم الخوت راه شوف راك الدور الدور شوف ما بقاش ندوي عاود رجع الرياكشن ديالي القدام وتشوف هذاك الشيء اللي كنقول الخوت راه فري شوف بحال درت تراك الخوت والله ما عمرني ما تمزكت ليه تيفلو في البدايه كان كرابي وصلت واحد البيريود بدا طالقه فهمتي ما عارفش راسو فين غادي بدا طالقه فهمتي اكي خربق واللعيبات دابا مؤخرا ولا كيرابي ديال بصح فهمتيني يعني فهمتي داكشي كانت بيريود في الوسط كان كيتلقى طاهر فاهم الاشير راه مجري من هنا حراده باختصار في كاع المناطق تقبيتك سقسي اللي عرفنا ما طيحش في اكبر غلط كحوز وقضى غراض راحنا وما الغرق بس سبتك ماماك انا مريض بوراقي ونمرضك معايا ونعطيك الفن الراقي ونخليك معايا انا راه مريض بوراقي وبغرك معايا ماماك انا مريض بوراقي ونمرضك معايا ونعطيك الفن الراقي ونخليك معايا واللي سبنا غير لقينا ما كنتفكوش حنا تقبيه نانسالي غادي دير روح فلا عمر شي حد يكون في حاله بيا غير ضربهم تلا طريق جات التالي وحكم ما جمله دراري كتمتعوني كتمتعوني شوف راه كنتيق فيكم فاش كنلقاكم حاطين لي شي دياس في الكومونتير الخوت هادو هما الدياس كصاحبي مسكين راك ميتو في جبده جابوق الهيب هوب الفاس وقوتوها في لحظه جيتو طيرتو لي الناسي انت كنت غنهدا ودابا على الله يمت نسالي اكبر مثالي وما مساليش ليك مثالي انا التعليم الخصوصي في الهيب باب لي ريم بالريكلام بلي ريكس يطول في العمر سلسله بلا نادي هادي انا بليت بلي بام جيتو طيرتو ليا الناسي انت كنت غنهدا ودابا على الله يمت نسالي اكبر مثالي وما مساليش ليك مثالي انا التعليم الخصوصي في الهاب باب لي ريم بالريكلام بلي ريكس يطول في العمر سلسله بلا باكور غتبقى تطلب زعما سلسله بلا عنب 100 ديسك طاح في السطر حرك راسك واشطح وخلي العالم فيك حلف مولع عاتريتهم شطحنا راه قرعينا بالرب فهمو هذا انا اللي تراك مفرقع الدراري بالرجوله تراك ناضي ناضي مشتت انا اللي تربي وانت اللي في حلف مو انا صاحبك وانت صاحبي واللي كاين يعبدو هاك الراب حنايا امريكان فاس سمع سياد كل حي فين ساكن وهات مريض فلويد وكن نور داز مرات بيا وانا الدواهم تيعزو عليا مساكن حنا المساجن تاع الزنقه فهمني خو تندويو بواحد اللغه اللي ما فهمهاش واحد خور واحد خور اي خون تفرقع يا الدراري تيفلو تفرقع عليهم في التراك هذا بالرجوله التراك مشتت تراك نقدر نقول لكم المهم لحد الان تراكات القدام تراك ناضي من اللي سمعت خونا مبقى فاهم تاع الواغ نفهمو المعنى تاع الحوايج ديال الحوا واش عيب قلنا راه غير ضحكنا ولا جاتك غريبه احنا معجزه في الراب مغربي احنا غير بوحدنا وما تشابهنا حتى شي حد لا حقاش حنا يا فواز واللي بغى يعرف يدوز بريفي نعم سيدي اش حب الخاطر حنا فواسا واللي بغا يعرف يدوز بريفي بلاش باش يقولوا لي بان فواسا هما اللي حاكمين العالم او ما تشابهنا حتى شي حد لا حقاش حنا يا فواسا واللي بغا يعرف يدوز بريفي نعم سيدي اش حب الخاطر تقول لي بفراق نقول لك شحال تخاطر انت اللي عزلت الضربه باش كاتالوج المساطر وانا ما عليا غير نخليك عبره في الكيادر بعيد بس انا والضوء انت اللي عزلت الضربه باش في الكاتالوج المساطر والضوء يا سلام واسترم ولا انا معكم اعرف بعين الكحله راقود فلو جمع لي اخرك اللي يعرف اي شاف الراب مغربي كنقلبو طبلة قصدو قبلة بشي ديسك عليك نصلى ورا فين ما كاتشبك اللي مشاو كيتبقو معاك يولاو شي شي بالراب جاب لي دار من واحد برودوي في بي ار فري ستايل شي لعيبة هايا ميوزيك بي ار
فريستايل بوط بلا عم صدق بلا بشي ديسك عليك نصلي ورا فيما كاتشبك اللي مشاو كيسبقو ماكي ولاو شي جايب الراكب كتما وصلي عليها نصلي ورا تقدم اللي تفنى الدنيا يكتما اللي خلاو احنا معادلة عقدات اللي تيطير فاسا صافي هادي شوف تفنى الدنيا خليهم اليوم كشامة فاسا تبات الخاوية ولي كولونغير احنا معاملة مقدروا لي كبير وصغير لي جا وصخي حيت كبار في السن غير شي عام هذا وحنا نعصروا العصير باش لي جا عطشانك في غيكا الصغير وديما الامور على ما يورم تسير نحن وننتصر شحال هادي وحنا كنعصروا العصير باش لي جا عطشانك في غير كاس صغير زعما راه شحال وحنا كنعصروا العصير باش نعطيوك فيه المعصره كنقول لك على اللي راسو سخن اسحب وصل الجو حصل الجو قطنا غنكتفوكم كي كتفونا بوليس وطا ونقتلا يوسخ ودخل ما بين الدفار وصبعنا غندقوكم كي دقات فينا الدولة سطلا وشنا اللي جات شي قفلة بوليس داوني حقا في سبيل الرقم تبلو جو نصل الدنوبي في مكة لاجم بالراحة تكا ونخاف عليك مكاس دنوبي تك غير تكا هذا العبد اللي بكا بالراب طونت ادم غيشي وسعنا راك ما فيش الرفران غادي بواحد الفلوة صاحبي بزاف عنده واحد الانيرجي مفارقة عادي له بصة انا هو شي فكرنا في الام وتاق بي هذا الراب والله حتى عالم وحنا اللي في سماء وهبطناك الارض كي ادم وكي تسمع الاذان بس الموسيقى الموس احنا الدوس ديجا موسخ راه تنبقى نريد دروب عليا موس تاو تنبقى وميريكان اسمع الموسيقى هبط اسمع الاذان هبط الموسيقى الموسيق حنا راه دوسي دوسي ديجا موسيق زعما بلا ما تبقى دير بحالنا حنا راه لا حنا راه مو ديجا الدوسي موسيق كانوا لي بقى غير الناس بقيت انا بالراب وفكراست وحلو 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 راه مش عارف كمي صحابني قال حليو انا وحق قرب اسمع بقيت انا بالراب وفكراست وحلو 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 راه مش عارف كمي وثلاث دواء وغير خلاو تيري فيهم دخلت ابونا ولايكي وصيفط العشرين يتفرجوا في الرياكشن اما لكشي ديجا شيري وداخل عندي لايكي وصيفط العشرين يتفرجوا في الرياكشن تلعوا في نار جديد ورياكشن جديدة تعالى لي في راسك يلا تهلا والخوت وديزوري بوتخفون اكسنو انتغنيت الله يعاونكم.